بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على ما يرضيك في كل شؤوننا، آمين. يا من قلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، صدقت يا مولانا. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي، يعني اتبعوا سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذا النبي كذلك. هؤلاء حزب واحد، حزب الله، حزب التوحيد. نحن والحمد لله وإن قل عددنا لا نبتغي بديل للتوحيد أبدا، لأن عقلنا فوق منا، وإحنا راغبين الدوام على هدى الرحمن، والدوام على اتباع خطى سيد الإنعام عليه السلام. ولهذا أيس منا بفضل الله تعالى، نحن موجودين للشهادة عليكم، وموجودين اتباع لرسول كريم عليه الصلاة والسلام، وهو إمام المرسلين جميعا عليهم السلام. ولهذا إذا كان إحنا في قمة العز في ميدان البشر، كيفاش تتمناوا باش نكونوا في أذل الأذلين واتباع لكم يا أهل الجحيم، واللي قاعدين تعملوا فيه في كل مكان، تو في دبلوماسيتكم، في سياستكم الرعناء، في اقتصادكم الخبيث المستغل للضعفاء، وتمكروا بالقاسي والداني. هذا كله مش ينفعكم، بل يزيد يورطكم، وفي مقدمتكم كلاب الله سعود، وكلاب مصر، وكلاب الشام والمجر. نسأل الله أن لا نكون من اللئام.